للأكد على أنه ما زال قائما. استقبلوا ضيوف من منظمات عالمية لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا تعبر عن التضامن العمالي العالمي، التضامن النقابي اللي مش لأول مرة تعرف تونس. كان ذلك في 26 جانفي 1978 في الإغراب العام، كان ذلك في الأزمة الثانية في 85 عندما تم اعتقال النقابين وتنصيب نقابات موالي للسلطة. وهذه المرة أيضا سيكون التضامن العمالي في أبهى مظاهره، وأنتم تشاهدون على الهواء بعد أن كان معتما عليه. نستقبل الرفيق ياب، هو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات السياسية. هي اتحاد يضم أكثر من 150 بلدا وأكثر من 175 مليون عامل منخرط فيها، وهذه المنظمة انخرطت فيها تونس منذ سنة 1951 زمن شهيدنا فرحات حشاد. شكرا جزيلا ومرحبا بكم جميعا. I'm here to express the solidarity of all the trade unions in the world, in more than 150 countries of the world. أنا هنا في زيارة الاتحاد العام التونسي للشغل لأعبر عن مساندتي وتضامني باسم أكثر من 150 بلدا. With our respected member organization, the UCTT, who was strongly attacked a few days ago, and that shocked all the trade unions worldwide. نحن هنا لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تعرض إلى هجوم وعدوان آثم، هذا الهجوم الذي صدم كل النقابات في كل أنحاء العالم. Today, tomorrow, also colleagues will arrive from France, from Italy, from Spain, from Palestine, from Morocco, from Belgium, and also from Europe, from the European Trade Union Confederation. And many, many trade unions of the world have expressed their solidarity, from Asia, from the United States, from Latin America, from Africa, everywhere in the world. Because what's happening here has a very fundamental character for us. اليوم وغدا ستتوافد وفود نقابية من المغرب، من فلسطين، من كل الدول العربية، من إسبانيا، من البرتغال، من أمريكا اللاتينية، ومن كل أنحاء العالم، ومن أوروبا، ممثلة عن كل النقابات الدولية التي أتت هنا لتثبت مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل، لأن ما يحدث هو في صميم اهتماماتنا كمنظمة نقابية عالمية. We are not talking here about the attack of a building. We are not talking about the attack of individual trade union leaders. We are talking about the attack on one of the pillars of democracy, the independence and democratic trade union movement. أننا لا نتحدث عن هجوم على مقر أو على قيادات نقابية، بل أننا نتحدث على هجوم منظم ضد واحدة من أهم أسس الديمقراطية، وهي استقلالية العمل النقابي. An attack on the UGTT in this important and vulnerable stage of your development is an attack on freedom and is an attack on democracy. إن الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها تونس لهو اعتداء وهجوم على قيم الديمقراطية والحرية. We have of course informed the International Labour Confederation and asked for their urgent intervention. The International Labour Organization is the labor wing of the United Nations, part of the United Nations family, and they immediately reacted and asked your government to clarify and to guarantee
the rights to protect the Ushite Day here as independent and democratic trade union movement. وطبعا باسم الكونفدرالية الدولية للنقابات السياسية اتصلنا بالمنظمة العالمية للشغل الILO وشرحنا لها ما حدث. وطبعا المنظمة العمل الدولية اتصلت بالحكومة التونسية من أجل الاستفسار عما حدث بالضبط. وطبعا منظمة العمل الدولية كما تعرفون هي جزء هي ذراع اجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. What shocked us most is the passive reaction of your government, the passive reaction of your government on this violence. Your government did not react in the way we would expect a democratic chosen government to react to protect the trade union and to defend democratic rights. No, they were not reacting in a strong way, which creates a suggestion that they were not so much worried about this attack. إنما صدمنا أكثر من الهجوم في حد ذاته هو رد فعل الحكومة، هذا الرد الذي كان ضعيفا جدا حيث أن الحكومة تجاهلت هذا الهجوم، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة باعتبار أننا كنا ننتظر رد فعل قوي، وهو ما يحيل إلى أن الحكومة لا تأبه لما حدث وأنها ربما أنها لم تقم برد الفعل المناسب، وهو ما يطرح الكثير من The social contract makes no sense if you do not respect your partners. والعقد الاجتماعي لن يعني شيئا إذا لم تحترم الشركاء الاجتماعيين لك. And without social peace, without social stability in this country, investors will not be interested in Tunisia. وبدون سلم اجتماعي وبدون استقرار فإن المستثمرين لن يستثمروا في تونس. Our organization has a consultative status at all the important international institutions of this world, like the United Nations, like the International Monetary Fund, like the World Bank. And we will, of course, advise all those institutions that democracy, the fundamentals, the values of democracy are conditions, are basic conditions to invest in this country. إن الكونفدرالية الدولية للنقابات ممثلة في الهيئات الاستشارية لأبرز المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وسنستخدم تلك الهيئات لنقدم النصح إلى كل دول العالم ونؤكد على أن الديمقراطية واحترام الديمقراطية